عاصمة مرحبا بكم. اليوم هبطتنا للشارع التونسي بعنوان نساء حائرات. اليوم باش نسألوا المرأة التونسية شنو الفرق ما بين الراجل قبل وبعد العرس. يلا مع بعض نكتشفوا. بالنسبة لي أنا عرس مرتين. فرق بعيد ما بيناتهم. عندها الاكسبيريونس مرتين عرست ما شاء الله وني حتى برا. قل لي با راجلي الأول خذيته وأنا صغيرة بيناتنا 20 سنة، أنا عمري 17 وقتها وعمره 35. جت منه تيسير ومحمد يفضلهم يعيشك. العرس كان حاجة بعد العرس حاجة ديجا انا في العرس عام قعدت مع راجل الاولاني قعدت معاها ريتو مرتين بركة في العام مش صغار استنى ليه وش هكاك مالك كيفاه لا كي كنا مخطوبين انا صفاقس هو عيش في تونس صفاقسي في تونس فهم كيفاش هكا هبط مرتين بركة في العام ريتو اكاها بعد العام هذيك عرسنا فهمتك فهمتك حوايج لا يوريك مكروه فك المرتي هذاك كان باهي محليه باهي محليه جونتي هكا يرعش عليكم يحكيو كمان ميسنجر ولا فيسبوك اي واي عاد وقتها فماش لا ميسنجر لا فيسبوك ما شيء حد شيء في عام 99 و2000 من الاول صحبة العسل وبعديك بالعشره بشويه بشويه كان متفاهمين هاوين وكان مش متفاهمين حكايه اخرى انت راجل كيف قبل العرس وبعد العرس والله كيف كيف شويه من بعد معناها بحكم شو اكتشفت فيه بعد العرس في كاركتير في حاجه ديفويت فيه با اكزومبل والله من الاول ما يبدا باهي برشا بعد شو اللي خايب برشا بعد لا 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 بعد بحكم الضغط نتاع العيشه والواحد تتبدل المعطيات اما بارامون باهي معايا الحق شو احسن حاجه في راجلك تعجبك والله كاركتيره معناها حنين اللي في دوم شوليه ما هكا معناها الشهريه كل عندك حسب من كلامك اي ديجا كنتو تقضيوا فغامو باهي مريقر الراجل باهي برش باهي برش ما تبدلش بعد العرس لا يتبدل كيفاش كيفاش الراجل يتبدل بعد العرس ولا ما يتبدلش؟ قداش يتبدل؟ قداش بنسبة قداش؟ 100% 100% مريقر الراجل يتبدل بعد العرس 100%